حضرنا اليوم في مدينة أكادير لتدشين هذا المشروع اللي هو المنزل الرقمي واللي مولته شركة أورانج، وحنا باسم الجميع نشكر هذه الشركة ولكن كذلك المؤسسات التي ساهمت في هذا المشروع اللي غادي يقرب هذا العمل الرقمي من فئة من المواطنين هي في حاجة إلى هذا الرقمنة اللي هي ثقافة العصر، واللي ضروري أنه يتوفر فيها كل شخص يريد أن يعيش في هذه الحياة. إذن هذا مشروع مهم، وحنا فرحانين أنه غادي ينصب على واحد الشريحة الاجتماعية اللي هي من الصعوبة ما كانش بس توصل إلى الاستفادة من الرقمنة، وهذا هو اللي كيصرنا وكيجعلنا أننا نبذلوا واحد المجهود لتوسع هذا المجال ليصل إلى شرائح اجتماعية هي في حاجة إليه، ولا تتوفر على الإمكانيات لتوفر على هذه الرقمنة. فمرة أخرى شكرا لكل من ساهم في هذا المشروع، ونتمنى إن شاء الله أن يعطي نتائج جد إيجابية ليجعلنا منفتحين على آفاق أخرى في هذا الميدان. اليوم إحنا في واحد المنزل، واحد دار الرقمنة في مدينة أكادير، الأول من نوعه في الحي هامشي اللي هو الحي ديال تيكيوين. اليوم كان احنا جد مسرورين أننا نحضروا مع هذه الأطفال ومع هذه الفئة في أكادير اللي هي دابا تستافد من هذه الميزون ديجيتال اللي هي دار الرقمنة. وكل كيعرف بأن الرقمنة اليوم هي واحد الجواز سفر العالمية، واننا اليوم هو هذا النوع الجديد من محو الاميه، ما يسمى بالاميه الرقميه. فهاد الاطفال والامهات ديالهم انهم دابا يستافدوا من هذا من هذا من هذا الدار هذه، ودابا يستافدوا من تكوينات اللي دابا تجعلهم ان شاء الله في السنوات المقبله انهم يكونوا يكونوا في جميع ما يقع في هذه المعلومات وفي هذه الرقمنة اللي العالم اليوم كيعرف بأنها هي الحل والمفتاح لبزاف ديال المسائل اللي هي تجارية، علمية، اقتصادية، اجتماعية، معلوماتية. فاليوم كنفتحوا لهم واحد الآفاق اللي هو آفاق كبير على ما يقع في العالم، وأيضا في المسائل اللي هي تعليمية لهم وتربوية إن شاء الله وترفيهية. احنا اليوم في إطار الافتتاح ديال هذا النادي الرقمي اللي دشناته أورانج هنا في هذا المركز الاجتماعي ديالنا بشراكة مع SOS فيلاج، وهاد جوج ديال الشركاء مهمين بزاف بالنسبة للجماعة، لأن عندهم واحد لاستركتور اللي هي مهمة اللي غادي يستفدوا منها الساكنة ديال هاد المناطق هادو اللي كنعتبرهم حنا في الجماعة مناطق هشة ديال الجماعة ديال أكادير. وهاد الوليدات هادو غادي يستفدوا من هاد الرقمنة، لأن راكم عرفتوا العالم كله غادي في هاد الاتجاه هذا، خصوصا من بعد كوفيد اللي كوفيد كانوا عنده تا هو المحاسن ديالو، بحيث أن الرقمنة ولا عندها واحد الأهمية قصوى في عند الناس كاملين. والوليدات ديالنا تبارك الله عليهم متفتحين بزاف على هاد الآلية هادي، وبها باش كيدوز يعني لا الذكاء ديالهم الاجتماعي ولا كذلك الأمهات ديالهم كيفاش يستافدوا من بعد. وحنا يعني هاد البادرة هادي كنتمنوها وكنتمنوا العمل الجبار اللي كتقوم به SOS فيلاج، لأن SOS فيلاج عندنا معها علاقة قديمة وحنا مستعدين نستمروا في المواكبة ديالهم. اليوم افتتاح ديال لا ميزون ديجيتال أكادير هي الثالثة في المغرب وأول في أكادير. دونك شركة أورانج منذ عدة سنوات تقوم هاد المبادرات في مسألة ديال الرقمنة، مسألة أنهم تكوين وحاول أنهم يعطيو لي ماتيريو باش يمكن لهم أن الأطفال هادو يقوموا بلي فورماسيون ديالهم في الدومين ديجيتال وتساعدهم في القراية ديالهم. دونك عندنا ديجا مراكز في عدة مدن، وتنحاولوا أننا نيكيبيو كاع المدارس اللي كاينين في القرى. دونك وان شاء الله اون فا كونتينيو في هاد المبادرات باش نحاولوا ان لو بروجي ديجيتال يكون هو لو لوفي ديال لو ديفلوبمون ايكونوميك ديال مدينه اكادير ولا ديال البلاد. اليوم حاضرين في هاد الافتتاح ديال هاد الدار الرقمي
حاضرين اليوم باش نشجعوا هذه المبادره هذه. وبالمناسبه كنشكروا لا فونداسيون اورانج على هذه المبادره، وكذلك على اس او اس فيلاج، وكذلك جميع الشركاء اللي حاضرين معنا اليوم. ملي كنهضروا على الرقمنه كنهضروا على واحد الشق اللي هو مهم جدا، خصوصا هاد الاطفال اللي احنا بالنسبه لنا راه هذا استثمار في المستقبل. والرقمنه اليوم راه هو ما بقاتش حاجه اختياريه، ولات واحد المساله اللي هي بحال الماء بحال الضوء بحال الهواء، يعني اي هذه المساله هذه مساله اللي هي مهمه. وحنا اليوم جينا نواكبوا هذه المبادره هذه. الناس ديال لا فونداسيون اليوم حطوا هذه الاجهزه وخذوا المبادره وحطوا واحد مجموعه البرامج. حنا غادي نواكبوا هاد الاطفال ونواكبوا الامهات كذلك، لان الامهات محتاجين المواكبه باش يعرفوا يستعملوا هاد التقنيات وهاد الاليات هذه. اليوم كنتواجدوا في هاد الحفل الشيق اللي الاهميه ديالو كبيره بالنسبه لوليداتنا والمستقبل ديال وليداتنا ومستقبل المدينه والبلاد كلها. المجلس اليوم جد مسرور باش يواكب هاد المبادرة اللي هي ترسيخ هاد أسس الرقمنة في التعليم ديال هاد الوليدات. كل شركاء اليوم مشكورين لهاد الجهد اللي قاموا به، من اس او اس فيلاج، من مؤسسات أو أورانج، من الجمعيات والشركاء لا فونداسيون دو سود، الشركاء كلهم قاموا بهذا المجهود. علاش؟ في هذا المكان بالذات اللي هو حي تيكيوين اللي معروف بالهشاشة ديالو والمستوى ديال الناس اللي عايشة فيه، نتقربوا منهم، نمدوا لهم يد المساعدة ونمشيو لعندهم حنا نشوفوا شنو ناقصهم ونطوروا ونجودوا المعيشة اليومية ديالهم على مستوى دراسة، مستوى الثقافة، مستوى الاجتماعي، جميع المستويات. Je pense que cette action est une action qu'il faut vraiment encourager. C'est la maison digitale qui a été initiée par SOS Village. Ce qui fait que les responsables de SOS Village local nous ont contactés pour mettre en place une ingénierie de formation et en même temps un plan de formation et tout ce qui va suivre dans le cadre de la formation des acteurs de SOS Village local ainsi que les enfants. Donc notre rôle sera de soumettre à la fin de notre ingénierie de formation un livrable sous forme de rapport que SOS Village pourra, dupliquer sur les autres villes. Alhamdoulilah, مشاركين مع الناس، مستفيدين معاهم في اي حاجه تبارك الله. كتكون بالنسبه لي انا عندي دريه مريضه، عاونوني في التحليلات بزاف، عاونوني في الدواء، الحمد لله كتكون شي قفه كيعيطوا لينا، كيديروا برامج للدراري، كيستافدوا الدراري تبارك الله، كنديروا السوايع للدراري كيستافدوا معاهم السوايع. والحمد لله اليوم جينا باش نحتفلوا مع الناس في هاد الدار وكنستافدوا. انتما كتشوفوا كل شيء على عينيكم، اي حاجه كاينه كيعيطوا لينا كيستافدوا معاهم الدراري، وهذا الشيء اللي كاين. والحمد لله المهم تحليلات الدواء ديال الدراري، الا كاينه شي قفه كيعيطوا لينا، والحمد لله الحمد لله لقينا واحد شنقول لك، لقينا واحد بعدا واحد الجهه معاونانا، اللهم لك الحمد. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.